السلام عليكم. فيديو جديد، كنتمنى تكون احوالكم بخير. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غتكون ابيزود 1، غنشرح لكم الكور ديال الماناجمنت سيمستر 1 في الفيليير ديال ايكونومي اي جيستيون. على بركه الله نبداو لا فيديو ديالنا. بالنسبه للبلان دو كور غيكون 5 ديال لي شابيتغ، يعني غيكون عموما 5 ديال لي زيبيزود على حساب كل شابيتغ. يقدر كل هاد الشابيتغ الاولى اللي غنشرح لكم اليوم غيكون فيها اون سول ايبيزود، حيت ما صعيباش بزاف. غتكون نشوفوا لانترودكسيون مانجمنت، ثاني شابيتغ غنشوفوا كومبروندغ لا نوسيون دو لونتربريز، يعني شنو هي لونتربريز، شنو هما لي زابروش ديالها. لونفيرونمون دو لونتربريز غنشوفوا لو ماكرو لي ميكرو انفيرونمون. لي فونكسيون دو لونتربريز غنشوفوهم في شابيتغ 4 اللي غنشوفوا فيهم بليزيور فونكسيون اللي كيكونوا في لونتربريز، ما بيناتهم فونكسيون ادمنستراتيف، ريشيرش ديفلوبمون ايتترا. بالنسبه للدرنيير لو ديرني شابيتغ غيكون فيه لا ستركتور اورغانيزاسيونيل، يعني شنو هما لي ستركتور اللي كيستعملوا لي زونتربريز وشنو هما لي تيب ديال هاد لي ستركتور. المهم هذا هو لو بلان دو كور. بالنسبه لهاد ليبيزود غادي نشرح لكم بروميير شابيتغ اللي غنشرح لكم فيها لانترودكسيون او مانجمنت. على بركة الله أول شابيتغ عندنا كما قلت لكم هي لانترودكسيون أو مانجمنت، اللي غيكون البلان ديال هاد الشابيتغ. غنشوفو أول حاجة هي تعريف ديال المانجمنت، تاني حاجة غنشوفو لوريجين أو المصدر ديال المانجمنت، شنو هو فين باتقات لينا لا نوتيون ديال المانجمنت لأول مرة. تالت حاجة غنشوفو البروسيسوس ديال المانجمنت، وآخر حاجة غنشوفو المانجمنت واش هي كتعتبر آخ أو لا سيونس. نبداو اول حاجه بلا ديفينيسيون ديال المانجمنت. شنو هي المانجمنت اولا شنو هي لا نوسيون ديال المانجمنت؟ المانجمنت عموما هي مجموعه ديال لي تكنيك اللي كيكون الهدف ديالها هو انها تستعمل اولا تابليكي لينا واحد لي ريسورس اللي كيكونوا اوبتيمال باش انه تغياليزي لينا واحد لوبجيكتيف. يعني نقدروا نقولوا بلي المانجمنت سي لونسومبل دي تكنيك فيزون ا اوبتيميزي لوزاج دي ريسورس دي اورغانيزاسيون، كيلكو سوا لورغانيزاسيون، ممكن ديو على اونتربريز، ممكن ديو على واحد administration ou l'un d'eux est l'association. En vue, l'objectif d'Yana ou la réalisation d'un objectif. Yani, l'entreprise qui trouve les ressources qui sont en train de faire une manière optimale ou adéquate pour réaliser l'objectif d'Yana. Une autre définition, باش تفهموا مزيان، سي كو المانجمنت نقدروا نقولوا aussi بلي هي مجموعه ديال لي تكنيك اللي كيكونوا في واحد لورغانيزاسيون وكيتعتبروا دي تكنيك اورغانيزاسيونيل او لا دو جيستيون اللي كتستعملهم لونتربريز باش انها تراقب بور بيلوتي واحد لاكسيون ديال واحد الشخص. يعني المانجمنت هي واحد الطرق اللي كتستعملهم لونتربريز باش انها تراقب واحد الشخص او لا تكونترولي داك الشخص باش انه يخدم داكشي اللي بغات. يعني نقدروا نقولوا بلي المانجمنت اي لونسامبل دي تكنيك دورغانيزاسيون اي دو جيستيون دو لونتربريز بور كوندوير اي بيلوتي لاكسيون دي انديفيدو. il s'agit de conduire une organisation vers ses buts par la réalisation d'objectifs prédéfinis. يعني l'entreprise qui كيكون عندها واحد l'objectif اللي كتحطو في الاول وكتقول هذا l'objectif خصني نوصل ليه في تل تل اني. يعني كنقول انا ها l'objectif ديالي غنوصل ليه في 4 سنين. داك l'objectif باش نوصل ليه خاص يكون تكون عندي المانجمنت، خاص يكون عندي مجموعه ديال لي تكنيك دو كونترول او دو جيستيون اللي غادي نابليكيهم على داك لانديفيدو ولا هذوك لي زومبلوي اللي خدامين عندي باش نحقق داك الهدف، حيتاش كيتعتبر لومبلوي واحد الوسيله باش نحقق الاهداف. Autrement dit, le management est une façon de diriger et de gérer rationnellement. Il n'est qu'un gérant. La direction ou qu'un gérant pour une façon qui est rationnelle. واحد l'organisation qui met les comme soit entreprise, soit organisme public, soit association, soit administration. هاد المانجمنت كتخلينا انو نورغانيزيو لي زاكتيفيتي، كيكونو عندنا لي زاكتيفيتي منظمين ومقادين، كنفيكسيو لي بيوت، يعني كنحطو الاهداف ديالنا كما قلت لكم، انطلاقا من الاستعمال ديال واحد الاستراتيجية. يعني الاستراتيجي هي واحد الطريقة او لا واحد لفاسون اللي كتستعملها لونتربريز باش انها تغياليزي لي زوبجيكتيف ديالها، حيتاش ما يمكنش نكونو كندويو على المانجمنت
وما كندويوش على لا استراتيجي. ما يمكنش تكون عندنا واحد المانجمنت اللي هي مقاده مزيان وكنحققوا لي زوبجيكتيف ديالنا في الوقت ولي سالاري ديالنا ساتيسفي، الا ما كانش عندنا واحد استراتيجيه اللي كيكونوا فيها مجموعه ديال الحوايج اللي كيساعدوا ديك لونتربريز باش تغياليزي لي بيت ديالها ولي فيناليتي. ومن بعد غادي نشوفو تاني حاجة لوريجين دو مانجمنت. بالنسبة للمانجمنت الا جيتي سولتي شي شخص غتقول ليه امتى ظهرت المانجمنت، ما غاديش يقدر يعطيك واحد الزمن اللي هو معين، والا انه يقدر يقول باللي المانجمنت واحد لومو او لا واحد لا فونكسيون اللي ظهرت عندنا وهي قديمه بزاف، ونقدروا نقولوا باللي هي قديمه قدم البشر، يعني من اللي ظهر عندنا البشريه راه داير عندنا لومو ديال المانجمنت. و لو مو د المانجمنت عنده سينيفيكاسيون بالفرونسي، حيتاش لو مو مانجمنت هو كيتعتبر واحد لو مو اونغلي، وبالفرونسي نقدروا نقولوا بلي هو مانجمنت، وبعض الشيء كيقولوا هو جيستيون، ولكن كاين اختلاف او فرق كبير بين المانجمنت اي جيستيون. نقدروا نقولوا بلي مانجمنت هي واحد لو سونس لي لارج، ولا جيستيون هو واحد لو سونس اللي هو الدخل، كيكون الدخل ديال المانجمنت، حيتاش كيما شفنا في لا ديفينيسيون سي كو المانجمنت سي لونسومبل دو تكنيك او c'est l'ensemble des techniques de gestion. و كسينيفيكاسيون لهذا لومون نقدروا نقولوا كيكون عندنا هاد لا فونكسيون فاش كندويو على لا ريسبونسابيلتي، يعني فاش كندويو على المسؤوليه ديال شيء ما، نقدروا نقولوا سي افوار لا ريسبونسابيلتي دو كيلكو شوز دون اون ني با بوز بروبريتير. La fonction management, شكون اللي كيديرها؟ لو مانجر. لو مانجر هو الشخص اللي كيديريجي، كيادمينستري، كيجيري، وكيدير لا ميتريز، كيميتريزي، كيغوفيرني، كيارونجي ديك لونتربريز ولا ديك لا فونكسيون باش انو تغياليزي لينا لوبجيكتيف، حيتاش الهدف الرئيسي هو لا رياليزاسيون دي بوت اي دي زوبجيكتيف فيكسي اوبارافون. دابا غادي نشوفو لو بروسيسوس دو مانجمنت. بالنسبه لهذا البروسيسوس كيكونوا فيه خمسة ديال لي زيتاب او لا خمسة ديال لي زاكتيفيتي اللي هما اسونسييل، يعني نقدروا نقولوا بلي لو بروسيسوس دو مانجمنت روبوز سور 5 اكتيفيتي اسونسييل اللي هما لا كونسيبسيون، وكيكونوا بالتدريج يعني كل وحده كتبع الاخرى، ما يمكنش نديروا واحد لاكتيفيتي ونقزوا الاخرى ونمشيو للثانيه، يعني كيكونوا متسلسلين. كما قلنا عندنا اول اكتيفيتي اللي هي لا كونسيبسيون، ثانيا عندنا لا بلانيفيكاسيون، ثالثا لورغانيزاسيون، رابعا البيلوتاج، ودارنييرمون الكونترول. فاش كندويو على لا كونسيبسيون يعني هنا لونتربريز كتحط لوبجيكتيف جينيرال ديالها، يعني كتقول هذا هو لوبجيكتيف اون جينيرال اللي بغيت نوصل ليه، كتحط شنو هي الميتي ديالها اولا شنو هي الميسيون ديالها اولا ما يسمى ايغالمون بلا ريزون ديتر، حيتاش ما يمكنش نهضروا على اون انتربريز الا ما كانش عندنا الا ما كانش عندها لا ريزون ديتر، يعني شنو هي لاكتيفيتي برينسيبال ديالها. وخصنا نعرفوا ايغالمون لو بوت ديال ديك لونتربريز، يعني خصنا نعرفوا لوبجيكتيف اللي هو سبيسيفيك، ولي فيناليتي يعني خصنا نعرفوا لا ريزون ديتر، حيتاش دابا كاين عندنا l'entreprise qui est déterminée fait la phase qui est déterminée les objectifs en général d'elle, les objectifs précis, la raison d'être d'elle ou la finalité. كتعريف لهاد لافاز نقدر نقولو بلي لا كونسيبسيون كونسيست ا ديتيرميني لوبجيكتيف جينيرال دو لورغانيزاسيون، ا ايدنتيفيي سي ميسيي سي بوت اي سي فيناليتي، سي تو سامبلومون. من بعد ما لونتربريز حطات لي زوبجيكتيف ديالها وعرفات لا فيناليتي وعرفات لا ريزون داتر ديالها، حطات لي بوت اللي غادي توصل ليهم، دابا غادي دير لا بلانيفيكاسيون. تاني فاز اللي هي لا بلانيفيكاسيون كما كنعرفوا بلانيفي يعني كدير واحد لو بلون وكتحط مجموعه ديال لي زيتاب اللي غادي تحترمهم واللي غادي تبقى غادي عليهم، باش ما تجيش مثلا، حيت الا ما كانش عندنا واحد لو بلون ما غاديش نعرفوا واش غنبداو ب ا ولا ب ولا سي، ايتاب ا ولا ايتاب ب ولا ايتاب سي، يعني كتحط واحد لو بلون وهو اللي كتبقى غادي عليه بشكل اللي هو متسلسل. وفي هاد لو بلون لونتربريز كتعرف لي مويان
اللي غادي يخصوها او اللي لي ريسورس، سواء دي ريسورس ايما ماتيريال فينانسيي، اللي غادي يخصوها باش انها تحقق هذوك الاهداف اللي حطاتهم في لا فاز ديال لا كونسيبسيون كوم ديفينيسيون. لهاد لا فاز نقدروا نقولوا او لهاد لاكتيفيتي، هاد لا بلانيفيكاسيون اي لو مويان بيرميتون دونتيسيبي اي دو بريباري لي اكسيون ا انتربروندر دون لو فيتور افان دورينتي لورغانيزاسيون. يعني هاد البلان كيعاوننا باش نكونوا اورغانيزي، هنا غادي ندوي اوتوماتيكمون على لا فاز تالتا اللي هي لورغانيزاسيون. فاش كيكون عندنا واحد لو بلان كنكونو اورغانيزي، يعني كنديتيرمينيو لي طاش اللي غادي نمشيو غاديين عليهم ولا اللي غادي نحقوهم ولا اللي غادي نديرو ليهم ليكزارسيس ولا ليكزيكيسيون. كنحطو دوك لي طاش وكنقولو مثلا هاد الشخص راه غي اكزارسي لينا هاد لا طاش وهاد الشخص غي اكزارسي لينا هاد لا طاش. وكما كنعرفو في لونتربريز كيكون عندنا جوج ديال المفارقات او اللي كيكون عندنا جوج ديال لي فولي، واحد كيكون غاد على الاخر، يعني كتكون عندنا واحد كيكونو لي ليان دو سوبورديناسيون، واحد كيعطي لي زوردر لواحد اخر، يعني لا دايريكسيون كتعطي لي زوردر لي سوبوردوني كيتسموا دي ليان دو سوبورديناسيون. نقدروا نقولو كوم ديفينيسيون لورغانيزاسيون اي لا بارتي لا بلي فيزيبل، يعني هاد لا فاز هي لا بارتي لا بلي فيزيبل دو مانجمنت كار ايل بيرمي دو ديفينير لي طاش اكومبلير. كيما قلت لكم هنا في لورغانيزاسيون كنحاولوا ندير لا ديفينيسيون ديال لي طاش اللي غادي نديرو ليهم ليكزارسيس، دو لي روغروبي اي ديتابلير دي ليان دو سوبورديناسيون. شتي هنا عندنا في لورغانيزاسيون كيكونوا دي ليان دو سوبورديناسيون اونتر لا داريكسيون اي لي زومبلويي، دو كوبيراسيون اي دانفورماسيون. حيتاش مايمكنش الا كان عندنا واحد ليان دو سوبورديناسيون يعني كيكون عندنا واحد لو فيل اللي كيمروا منه المعلومات يعني لي زانفورماسيون، وكيكون بشكل اللي هو منتظم. رابع اكتيفيتي اللي هي لو بيلوتاج او اللي ما يسمى بالكونترول. هاد لا فاز كيكون عندها العلاقه فقط بلانيماسيون دي زوم اي دي فام كي بلانيفيون اورغانيزون اي كونترولون افان دو دوني في ا لورغانيزاسيون. يعني هنا كنشوفو دوك لي زوم او لي فام اللي كيكونوا اللي كيكون الهدف ديالهم هو يبلانيفيو باش انو لونتربريز تكون عندها واحد لا في ولا لورغانيزاسيون تكون عندها واحد تكون عندها واحد الحياه اولا تكون عندها واحد لا سورفي باش تغياليزي هادوك لي بيت ديالها وتكون فير فاس ا سي كونكورون. حيتاش هنا فاش كتكون لونتربريز عندها واحد لا فونكسيون مانجمنت بيان ديفيني راه كتمتاز بها بارابور او زوتر، وشكون هما هادوك لي زوتر اللي هما المنافسين ديالها. واخر اكتيفيتي اللي هي ليفالياسيون. هنا في لا فاز ديال البيلوتاج سي كو غير بغيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه بزاف، هنا في ليفالياسيون اخر اكتيفيتي او لا اخر بارتي هنا كيكون عندنا الكونترول، ولكن نوبلي با كو الكونترول كيكون عندنا في لي فاز كاملين. حيتاش الا ما كناش درنا الا درنا لا كونسيبسيون وما درناش ليها الكونترول راه مثلا يقدر يكون عندنا شي خلل في ديك لا كونسيبسيون. يعني اللهم نديرو كونترول لكل فاز، وفي الاخر عاوتاني كيكون عندنا واحد لو كونترول اولا واحد ليفالياسيون على لي فاز كاملين بدقه واحده. هنا في الكونترول كنشوفو دوك لي فاز كاملين واش متسلسلين، واش حطينا لي زوبجيكتيف بطريقه اللي هي مقاده، واش البلان ديالنا مقاد، واش بيان اورغانيزي، واش البيلوتاج عندنا مزيان. هنا كنقولوا باللي لو فيدباك بوزيتيف، الا كنا لقينا كلشي مقاد راه كنقولوا الفيدباك بوزيتيف. الا لقينا مثلا واحد لا فاز راه ما مقادش فيها شي حاجه مثلا ما ماشي بلاصتها ودرناها في داك البلاصه، مثلا واحد لي طاب سبقناه ولا واحد لي طاب الاخرى وما خاصش نسبقوها عليه، هنا في هذه الحاله كنقولوا عندنا واحد الفيدباك اللي هو نيجاتيف، وكنرجعوا لديك لا فاز وكنعاودوا نديروا ليها الكونترول وكنبدلوا دوك الحوايج اللي عندنا فيهم الخلل. ممكن نقولوا بلي هاد لا فاز ديفالياسيون كونسيست اون ليفالياسيون دو ريزولتا اوبتوني، يعني كنشوفوا دوك النتائج اللي توصلنا ليهم واش ساتيسفي ولا لا، يعني ساتيسفي او با اي دو لا بيرفورمانس بارابور او زوبجيكتيف. يعني حنا كيكونوا عندنا لي زوبجيكتيف وكنقولوا راه غادي نوصلوا ليهم في واحد العام مثلا عام ولا عامين، فاش حنا كنوصلوا لذاك الزمن كنقولوا واش حققناهم، واش دوك النتائج اللي بغينا نحققوهم ولا لا.
aux objectifs, mais aussi on l'a mis au nombre de certains ajustements correctifs. Yani fash kaykon chi atab ou la chi khalal fchi phase راه كنرجعو كنقادوه وكنعدلو منه. كتذكير عندنا خمسة ديال لي زاكتيفيتي كيما قلنا في البروسيسوس. اول حاجة كنديرو لا كونسيبسيون، كنديتيرمينيو لي زوبجيكتيف ديالنا و لي فيناليتي و لي بوت. ثانيا كنديرو واحد لو بلان اللي هنا كنعتبروها لا فاز ديال بلانيفيكاسيون. ثالثا كنورغانيزيو لي شوز، يعني كنشوفو لي تاش اللي غنديرو ليهم لاكومبليسمون. رابع حاجة كنديرو البيلوتاج، يعني كنانيميو لي زوم و لي فام باش انه يجيرو الكونترول ونعطيو واحد لافي لورغانيزاسيون. و ديرنييرمون كنديرو ليفالياسيون اولا الكونترول باش نيفاليو لي ريزولتا اللي توصلنا ليهم اللي كيتسموا دا ريزولتا اوبجيني اولا اسكونتي. وهنا فاش كيكون عندنا كيما قلت شي خلل اولا شي عطب في لي فاز بريسيدون كنديرو دي زاجوستمون اولا دي سوليسيون اولا دي شوز لي هما بحال الا كنقولو دي كوريكتيف. اخر حاجه غادي نشوفوها في هذا الشابتر بالنسبه لابيزود 1 هي المانجمنت. كيقولوا بليزيور، كاين اللي كيقول هي اغ، كاين اللي كيقول هي سيونس، وكاين اللي كيقول اغ او سيونس او ميم طون. دابا غادي نشوفوا المانجمنت واش فريمون هي واحد لا سيونس او لا هي اغ. كما كنعرفوا لا سيونس، لا سيونس هي واحد العلم، والعلم فاش كندويو عليه راه ضروري والا كندويو على تجربه، يعني واحد ليكسبيريونس دارت من قبل وتبت باللي ديك ليكسبيريونس فريمون كاينه. هذه هي لا سيونس. يعني هنا فاش كندويو على المانجمنت هو ما كيتعتبرش واحد العلم اللي دارت عليه واحد ليكسبيريونس ياك، واحد التجربة، يعني حيتاش فاش مثلا كندويو على علوم الحياة والأرض، وإلا دوك الأشياء اللي حنا كندرسوها في ديك المادة داروهم ناس علماء من قبل، جربوهم في تجارب علمية ومن بعد لقاو باللي ديك التجربة صحيحة. ولكن المانجمنت ماشي بحال هكا، ماشي هي واحد لا سيونس دارت في واحد التجربة ومن بعد تبتات باللي راه المانجمنت مثلا راه هي علوم او علم ثابت. نو يعني هنا ما يمكنش نقولوا بلي المانجمنت هي واحد لا سيونس اكزاكت، ولكن كتعتبر ان سيونس اللي نقدروا نقولوا هي واحد لا سيونس سوسيال، نقدروا نقولوا هي ان سيونس ايما، ان سيونس اكسبيريمونتال، ولكن كتهتم لينا بلاتر ايما ياك. ولا المانجمنت ما يمكنش نقولوا بلي هي واحد لا سيونس اكزاكت، حيتاش كتبقى في واحد لو دومين اللي هو بروبابل ياك و غولاتيف، وكي يكون قابل لاعطاء دي ستاتيستيك، يعني كيكونوا فيه دي احصاءات. ما يمكنش نقولوا بلي المانجمنت واحد الحاجه اللي فيكس، ولكن سا ديبون لونتربريز. ممكن هاد لونتربريز فريمون مثلا تستعمل داك البروسيسوس مانجمنت كما شرحت لكم من قبل، ولكن ما توصلت لي زوبجيكتيف ديالها. ممكن وحده اخرى توصل لي زوبجيكتيف ديالها. يعني هنا باختصار اللي بغيتكم تشدو هو ان المانجمنت سيت اون سيونس سوسيال، سيونس ايما اكسبيريمونتال، مي كوم تو سو كي توش ليما ياك. ولو مانجمنت ما كتعتبرش واحد لا سيونس اكزاكت، reste dans le domaine de probable، يعني شي حاجه اللي غير كنتوقعوها، relatif كتحرك يعني ماشي فيكس، وسي statistique. نفس الشيء فاش كنقولوا management هي العق. هنا فاش كندويو على فن يعني ما كندويوش عليه كماندور علمي او لا كماندور شخص خاص يكون عنده ماندور فني. هنا لا، هنا فاش كنديرو على لاغ كنقولو مانجمنت هي وي اغ، ولكن لاغ دو ديريجي، لاغ دو جيري، لاغ دو اورغانيزي، لاغ باش تكون عندك واحد لا كاليتي انديسبونسابل، يكون عندك واحد لوغو دو تشالنج، لاغ تكون عندك لا كرياتيفيتي الابداعيه باش انه تحتار مثلا داك البروسيسوس ديرو بواحد الطريقه اللي هي كوهيرون و ترياليزي لي زوبجيكتيف. لهنا غادي نكون دويت لكم على لا ديفينيسيون ديال المانجمنت
شرحت لكم شوية على لا ديفينيسيون او ليسونسييل دو ليسونسييل لوريجين دو مانجمنت لو بروسيسوس ديالها اللي قلت لكم كاينين فيه خمسة ديال لي زاكتيفيتي. من بعد دوينا على المانجمنت واش هي ار او لا سيونس. لهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا فريمون استفدتوا معايا وتكونوا فهمتوا ليسونسييل دو ليسونسييل في لانترودكسيون او مانجمنت، حيتاش كل حد الا فهمتوا هاد الشابتر غتفهموا الشابتر اللي تبعها وهكذا دواليك. ويلا عندكم شي تساؤل ما تنساوش تخليوه ليا في لي كومونتير، انا كنجاوب على كاع الاسئله ديالكم بكل فرح. وإلى عجبتكم لا فيديو دوزيام فوا ما تنساوش تخطو على زر لايك وتشاركوا في القناه فضلا وليس امرا. على بروشين.